دعاؤه عليه السلام في الاعتراف وطلب مزيد العافية: رب إنك قد حسنت خلقي وعظمت عافيتي ووسعت علي في رزقك، ولم تزل تنقلني من نعمة إلى كرامة ومن كرامة إلى رضا، تجدد لي ذلك في ليلي ونهاري، لا أعرف غير ما أنا فيه من عافيتك يا مولاي، حتى ظننت أن ذلك واجب عليك لي، وأنه لا ينبغي لي أن أكون في غير مرتبتي، لأني لم أذق طعم البلاء فأجد طعم الرضا، ولم يذللني الفقر فأعرف لذة الغنى، ولم يلهن الخوف فأعرف فضل الأمن. يا إلهي، فأصبحت وأمسيت في غفلة مما فيه غيري ممن هو دوني، نكرت آلاءك ولم أشكر نعماءك، ولم أشك في أن الذي أنا فيه دائم غير زائل عني، ولا أحدث نفسي بانتقال عافية ولا حلول فقر ولا خوف ولا حزن في عاجل دنياي وفي آجل آخرتي، فحال ذلك بيني وبين التضرع إليك في دوام ذلك لي، مع ما أمرتني به من شكرك ووعدتني عليه من المزيد من لدنك، فسهوت ولهوت وغفلت وأشرت وبطرت وتهاونت، حتى جاء التغير مكان العافية بحلول البلاء، ونزل الضر منزل الصحة بأنواع الأذى، وأقبل الفقر بإزالة الغنى، فعرفت ما كنت فيه للذي صرت إليه، فسألتك مسألة من لا يستوجب أن تسمع له دعوة، لعظيم ما كنت فيه من الغفلة، وطلبت طلبة من لا يستحق نجاح الطلبة، للذي كنت فيه من اللهو والغرة، وتضرعت تضرع من لا يستوجب الرحمة، للذي كنت فيه من الزهو والاستطالة، فركبت إلى ما إليه صيرتني، وإن كان الضر قد مسني والفقر قد أذلني والبلاء قد جاءني، فإن يكو ذلك يا إلهي من سخطك علي، فأعوذ بحلمك من سخطك يا مولاي، وإن كنت أردت أن تبلوني فقد عرفت ضعفي وقلة حيلتي، إذ قلت إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وقلت فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، وقلت إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقلت وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وقلت إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقلت ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا،
وقلت إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. صدقت وبررت يا مولاي، فهذه صفات التي أعرفها من نفسي قد مضت بقدرتك في، غير أن وعدتني منك وعدا حسنا أن أدعوك فتستجيب لي، فأنا أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني، واردد علي نعمتك وانقلني مما أنا فيه إلى ما هو أكبر منه حتى أبلغ منه رضاك، وأنا لا به ما عندك فيما أعددته لأوليائك الصالحين، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الأخيار.